نحن نعلم بأن إسرائيل ورغم الأصوات الدولية والمحاولات الدولية لوقف موضوع الضم والاستيطان إلا أنها كانت ماضية لتغيير الواقع على الأرض. لو لم تتم هذه الخطوة وهذه المعاهدة، كيف كنت تتوقع السيناريو بعد سنوات قليلة؟ يعني أعتقد التاريخ يعيد نفسه. إذا تنظر أنت إلى خرائط التسويات المقترحة عبر السنوات، ترى الخرائط التاريخية للتسويات من قرار التقسيم إلى آخر الخرائط اللي تشوفها، ترى أن هناك وقايع على الأرض تفرض نفسها للأسف. ومثل ما قلت، يعني في نهاية المطاف هذا قرار فلسطيني، هذا قرار إسرائيلي، لكن الإمارات استطاعت أن تزيل القلق الدولي بشأن ضم هذه الأراضي، وهذا دورنا اللي قمنا به. لكن مثل ما قلت، هذه فرصة واستطعنا أن نركب هذه المسألة خلال هذه المعاهدة.